ده حقيقي. انا هعمل دلوقتي البطاطا الحاره. البطاطا الحاره نعملها ازاي؟ ده مهم جدا. ايوه. معانا بطاطا متقطعه مكعبات يا درش. ايوه. حمرناها في الزيت. جميل. معانا زيت زيتون. ايوه. معانا كزبره خضراء. ايوه. وشويه كزبره ناشفه. حلو. وزبده. جميل. تيجي نشوف الانتاج بتاعنا. مقلوبه وعملنا. والبطاطس بتاعتنا الجميله اهي جاهزه. ايوه. الاول نتحمر كده ليه؟ طب تعالى بقى قلب لي هنا. دي البطاطس الحاره. اسمها بطاطا هي اسمها بطاطا حاره بس هي بطاطس حاره. دي ايه بقى دي؟ اخواننا اللبنانيين والشواب يسموا شامي. يسموها بطاطا، يسموها البطاطا. حضرتك كده هحط لك شويه توم. ده زيت زيتون الاول. زيت زيتون. هنحط توم. هنحط توم. قلب. بس على السريع كده عشان دي حبيبها التوم. يلا. شفت الريحه الحلوه؟ يا سلام يا سلام. ايوه. شويه روزماري. يا لهوي. يعني انت رجعت كده برضه انا عارف انك في البيت بتقلب الحاجات دي. انا بحب اقلب اي حد. شويه روزماري حلوين. حلو. ايوه. هنحط يا غالي ابا 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 كمان شويه كزبره ناشفه. انت خايف من النار ليه؟ خش. لا الروزماري ريحته أيوة. حلوه قوي. و هنحط كزبره خضراء. بس هي لزقت شويه في ال... لا 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 اهي. يلا قلب الكزبره دي كلها معاك. الله عليك. حلو قوي. قلبهم كويس كده. وانت بتقلب خد البطاطس دي في طريقك. خلص بطاطا الحارة. قلبها جامد. يا سلام. امسك ايد الحلة. يلا كده اهو. قول لي. يلا اهو حبيبي. انت ما حطيتش اي حاجة حارة خالص لغاية دلوقتي. لا ما هي مش معناته ان البطاطا حارة تبقى حارة. هي بتاخد فلفل اسود بس. اللي حابب ممكن يحط قرن فلفل حار مفيش مشكلة. ولا هريسة. لا هريسة دي بقى رخيتنا في سكة تانية. هي زي بس كزبرة خضراء والتوم. ما تخترعش. ايوه اهو. دي كزبره دي فلفل اسود. قلبها حبيبي. تستر قلبها تقليبه جامده. قلبها حنينه كده. حاضر 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 يا شيف. نعمل ايه بس حبيبي؟ لو ما كنتش فكرت تبقى مذيع. أيوة. يعني مثلا الحظ كنت تبقى ايه؟ انت جسمك جاي على انك تكون شيف. لا اقول لك انا اتولدت وعشت طفولتي يعني في مصر الجديده. حلو. فطبعا كان جنبينا مطار القاهره. أيوة. كان نفسي ابقى طيار. عشان انت جنب مطار القاهره. بس ما اختلفناش يعني. انا هنا بطلع هوا وهنا بطلع هوا. فاهمني؟ في الحالتين في هوا يعني. يعني انت لو ما كنتش بقيت مذيع. لا انا عايز اقول لك حاجه. انا اصلا اسمي مصطفى محمود كفافي. وانا طالب مصطفى محمود على ايامي وانا صغير يعني كان هو طبعا العلم والايمان. فكان كل الناس تقول لي مصطفى محمود مصطفى طبعا. محمود وانت فهي ما تفهمش هي جت بالصدفه فدخلت اعلام وبقيت مذيع. لكن حلو. يعني هي من يعني انت مذيع بالصدفه؟ لا مش بالصدفه. لا ما تقولش الكلام ده عشان لا بالعكس انا دخلت الاذاعه الا مذيع. دي لازم تكون انت غاوي يعني وهاوي من اعدادي بدات القصه. والدي رحمه الله عليه كان راجل مثقف وكان مترجم هو وليه كتب كتير. حلو. فكان بيخلينا اقرا جورنال الاهرام وكان عبد الوهاب مطاوع رحمه الله عليه بريد الاهرام بدات فيها وانا مثلا في ابتدائي. حلو. ومن هنا عرفت طريقي للجورنان وعرفت طريقي للمنشأة. انا فاكر مثلا المنشأة مثلا بتاع غزو العراق للكويت سنه 91 فاكره كويس كان لونه احمر كده. ايوه. وكنت طفل ساعتها. فبدات تقرا جورنان بعد كده تخش الاذاعه المدرسيه بعد كده حلمك يبقى بتاع. أيوة. لكن وانا طفل خالص كان نفسي ابقى طيار. طيار. كان احد احلامي يعني. والحمد لله مهنه المذيع بتخليك تسافر كتير برضه فما اتحرمتش يعني. وبرضه بتبقى علاقتك بالطيارين برضه يعني ده ليا اصحاب كتير. حلو. ليا اصحاب كتير جدا. طيب. حلوه البطاطا الحاره دي. جميل. انا عايزك تسويها كده وتظبطها دلعها كده قوي قوي يعني. بص الجرنش والبرزنتيشن مطلوب يا درش. لا اعمل لك حرف ام. اعمل حرف ام حبيبي. يا كده سلام عليك. ده نعناع. نعناع. أيوة. النعناع بقى مثلا في المائده مثلا اللبنانيه موجود جدا. حلو. عندنا مش كتير رغم ان هو موجود مريح. بكثره. مريح. ما هي دي مطابخ يعني. في مطبخ الكزبره الخضراء موجوده النعناع يابس موجود يعني كل مطبخ له ثقافته في صح. تركيبه التوابل. الله ينور عليك. خدت بالك زي مثلا الصويا صوص مثلا تلاقيه داخل في كل الاكل الياباني والصيني صح. وفي الرز المصري بتاعنا السوشي فطار غدا عشاء. ايوه. فدي ثقافات. ده البطاطا الحاره بالنعناع.